السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو عن طريقة صنع جهاز إنذار يعمل بالليزر. كما ترون مثل هذا الجهاز، فهو يعمل بالليزر، والجهاز يتكون من ريسيفر يعني مستقبل لأشعة الليزر، وهذا الديود، ديود الليزر المسؤول عن إرسال أشعة الليزر كما ترون. والآن في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح هذه الطريقة، يعني كيف تعمل وكيفية صناعة مثل هذا الريسيفر. تابعوا معي. والآن أصدقائي، هذا هو المخطط الذي سوف نعتمد عليه لصناعة هذا الإنذار، إنذار الذي يعمل بالليزر. هذا هو المخطط كما ترون. والآن سوف نقوم بتركيب هذه المكونات، يعني في هذه البوردة، بالاعتماد على هذا المخطط. نبدأ بأول شيء، نقوم بتثبيت هذه المقاومة، هذه مقاومة ضوئية مستشعر للضوء، ونقوم بتركيبها بهذا المكان. ثم تليها هذه المقاومة، سعتها 100 أوم، سوف نقوم بتركيبها. ثم يليها مباشرة هذا الترانزستور، سوف نقوم بتركيبه، يعني أرجل المقاومة مباشرة مع لاباز الترانزستور. ثم تأتيها مباشرة هذه المقاومة، سعتها 100 أوم أيضا. ثم تليها هذا الترانزستور ايضا، لاباز هذا الترانزستور متصل مع ارجل هذه المقاومه ومع كوليكتور هذا الترانزستور ايضا. ثم ماذا يليها؟ الترانزستور، ثم هذا البازر، هذا هو الذي يعطي ذلك الصوت، صوت الرنين، هذا البازر، وأيضا سوف نقوم بتركيبه. ثم هنا توجد مقاومة من سعة أيضا 100 أوم، قيمتها 100 أوم. ثم مباشرة معها يوجد هذا الليد، هذا المصباح، مصباح ليد، سوف نقوم بتركيبه هكذا. كما ترون هنا هذا الليد في المخطط، يعني مباشرة مع كوليكتور هذا الترانزستور، كما ترون مباشرة مع كوليكتور هذا الترانزستور، سوف نقوم بتوصيله بهذا الجامبر.
الآن هذا البازر كما ترون متصل مع كوليكتور هذا الترانزستور أيضا. انظروا سوف نقوم بتوصيله مع كوليكتور هذا الترانزستور. جيد والآن كما ترون إيميتور هذا الترانزستور متصل مع إيميتور هذا الترانزستور. سوف نقوم بالتوصيل جيد والآن كما ترون هذه المقاومة الضوئية يعني متصلة مع هذه المقاومة وهذا البازر وهذه المقاومة. سوف نقوم بتوصيلهم على هذا الشكل. والآن هذه المقاومة الضوئية مباشرة متصلة مع هذه المقاومة. سوف نقوم بإيصالهم. جيد والآن سوف نقوم بعمل يعني سلك هنا هذا هو الذي سوف يقوم بإدخال التيار الكهربائي السالب وهنا الموجب وسوف نقوم بعمل هذا الفاصل هذا السويتش هنا للإطفاء والإشتعال. جيد لقد انتهينا والآن أصدقائي سوف نقوم بتركيب سلك هنا هذا لإدخال التيار الكهربائي يعني 5 فولت كما ترون هذا الجهاز يشتغل بخمسة فولت. سوف الآن نقوم بتلحيم هنا سلك نقوم بالتلحيم السلك الأحمر هنا
الموجب على هذا الشكل، ثم نأتي بالسلك الأسود السالب، نقوم بتلحيمه هنا. الشكل. والآن نأتي إلى التجريب. نقوم بإدخال التيار الكهربائي لهذه البوردة التي صنعنا ونرى النتيجة. نقوم بإلصاقه مع البطارية هكذا، الأحمر مع الأحمر. ثم الأسود مع الأسود. هكذا نقوم بالضغط على زر التشغيل. كما ترون أصدقائي، عندما أقوم بوضع يدي على هذه المقاومة الضوئية لأحجب الضوء عنها، يشتغل معنا هذا البازر كما ترون. والآن سوف نقوم بوضع هذه القطعة على هذا المستشعر الضوئي، على هذه المقاومة الضوئية، لكي نحجب عنها ضوء، يعني الضوء الخارجي، لكي تستهدف لنا فقط ضوء الليزر. والآن أصدقائي سوف نقوم بتجريبه بواسطة الليزر كما ترون. نقوم بتشغيل الجهاز، نوجه الضوء مباشرة على المستشعر الضوئي، المقاومة الضوئية LDR كما ترون. الجهاز الآن الإنذار يعمل كما ترون. والآن أصدقائي سوف أقوم بشرح مبسط يعني كيف تعمل هذه الطريقة. كما ترون هنا السالب، هنا الموجب، هنا السالب، هنا يمر التيار الكهربائي السالب الموجب، يمر من هنا ثم يدخل ويمر عبر هذه المقاومة الضوئية LDR، ثم يدخل هنا، يدخل في لاباز هذا الترانزستور. وعندما يدخل في لاباز هذا الترانزستور يتم ربط الإيميتور مع الكوليكتور، وأيضا هنا يدخل في لاباز هذا الترانزستور ويربط الإيميتور مع الكوليكتور لكي يعمل هذا البازر. كما ترون هنا يمر الموجب ثم ينحصر في هذا البازر، وهنا السالب كما ترون هنا ينحصر هنا، والسالب هنا ينحصر هنا. يعني لكي يعمل هذا البازر علينا ربط هذه النقطة بهذه النقطة، وهذا هو دور الترانزستور. عندما يمر التيار الكهربائي في لاباز يقوم بربط الإيميتور مع الكوليكتور. عندما يعني يكون الضوء موجه إلى هذه المقاومة الضوئية تقوم بربط هذه النقطة مع هذه النقطة، وعندما يفصل عنها الضوء يعني لا يمر مباشرة مع الضوء، ينقطع عليها الضوء، يعني اوتوماتيكيا ينقطع هذا التيار الكهربائي الذي يمر من هنا الى هنا ينقطع. فهذه المقاومة الضوئية فهي هنا كسويتش، يعني يفصل ما يربط ما بين هذه النقطة وهذه النقطة ويفصلها. عندما يكون الضوء موجه الى ال LDR المقاومة الضوئية تكون هذه النقطة مرتبطة مربوطة مع هذه النقطة. عندما يحجب عنها الضوء تنفصل هذه النقطة عن هذه النقطة. يعني هذا هو دور المقاومة الضوئية في هذه، يعني هذا هو دورها بشكل عام. كما ترون يمر من هنا. كما قلت هذه الترانزستورات عبارة عن أقفال، يعني تدخل التيار الكهربائي، يعني يمر التيار الكهربائي من هنا، ولكي يصل إلى هنا علينا يعني
بإدخال يعني كهرباء من هنا لكي ترتبط هذه النقطة مع هذه النقطة. أتمنى أن يكون هذا الشرح يعني فهمتموه. لا أعلم يعني هكذا يعني أتكلم يعني بطريقة تلقائية، فأنا لا يعني لا أقوم مسبقا بعمل يعني مراجعة ماذا سأقول ويعني الفيديو كيف أنا أعمل الفيديو هكذا بشكل تلقائي. فأتمنى أن تفهموا هذا الشرح. والآن أصدقائي كما ترون هذا هو إنذار الليزر، كما ترون لقد قمنا بصناعته كما رأيتم. وفي الفيديو المقبل إن شاء الله سوف أشرح لكم يعني عن كيفية صناعة هذا الليزر. في الفيديو المقبل ترقبوه إن شاء الله، سوف أشرح لكم الطريقة التي تصنعون بها هذا الليزر والفولتية التي يتغذى عليها. كل شيء سوف أشرحه إن شاء الله في الفيديو المقبل كما ترون. وللإشارة هذه LDR، هذه المقاومة الضوئية لقد حصلت عليها من تلفاز من نوع LG، تكون في أجهزة التلفزيون من نوع LG، فهذه وظيفتها في التلفزيون. عندما يكون التلفزيون مشتعل وقمتم بإطفاء يعني إنارة الغرفة أوتوماتيكيا يقوم التلفزيون بإنخفاض مستوى الإضاءة لديه. هذه هي دورها في التلفزيون، لقد حصلت عليها من التلفزيون. وأيضا تكون في كاميرات المراقبة، يعني عندما يعم الليل الكاميرا أوتوماتيكيا تبدأ بخاصية التصوير الليلي، توجد أيضا بكاميرات المراقبة كما ترون أصدقائي. فهو إنذار فعال ويمكن استخدامه في مدى بعيد، يعني كما تعلمون أشعة الليزر يعني لا تقريبا لا حدود لها، يعني تمشي يعني في مسافة يعني بعيدة جدا، يعني أبعد الأشر. المهم والآن نأتي إلى نهاية الفيديو وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة.